اما كان عندك مشكله عندك زوج حوايج تفاداهم، ما تناقش المشكله في غرفه النوم باش ما توليش تتقلق في المكان اللي لازم ترتاح فيه وترقد، وما تناقشهاش امام الاولاد. اما للاحسن واش دير؟ ارفد الطوموبيل ديالك وارفد مرتك، قال روحي نقصروا في واحد الموضوع وروحوا لكاش بلاصه تجلسوا وحدكم، حطوا همومكم تم، حطوا مشاكلكم تم، حطوهم كامل تم، ودوكا تصالحنا وتسامحنا، هاي نولوا للدار. تولوا للدار تضحكوا تقصروا، الاولاد ما شافوا ما سمعوا واش صرا بيناتكم. العياط اللي يكون في الدار بين الرجل والمراه والاولاد حاضرين صغار ولا كبار، خصوصا صغار، مشهد صراع بين الوالدين، شافوا طفل اقل من 7 سنوات، اقل من 7 سنين، شاف مشهد صراع عياط بين الوالدين في مشهد صغير لا يدوم الا ربما دقائق، الطفل يسقط من سلم القيم عنده 48 قيمة أخلاقية، نحسبوهم بالوحدة 48 قيمة أخلاقية. هذوك 48 قيمة أخلاقية أنت عندك سنوات وأنت تتعب تغرسهم في وليدك. وليدك كنت تقول له ما ترفدش صوتك كي تهضر، ما تعيطش كي تهضر مع أخوك، ما تعيطش، وبعد يشوف الأب يعيط والأم تعيط، سقطت القيمة.